تايمز كتبت البارحة أنه أنت نتائج انتخابات التشريعية كشفت تلاشي شعبية سعيد. يعني طبعا هذا يعني كل المحللين وكل الصحف الأجنبية، مش فقط نيويورك تايمز، يعني الكثير من المقالات صدرت يعني في الأمس واليوم يعني بنفس المعنى. طبعا عندما أي نظام يعني يحصل على مشاركة ب10% أو أقل، لأنه هي حتى 10% يعني مشكوك فيها هذه النتيجة، لأنه منع العديد من المراقبون من القيام يعني بواجبهم في مراقبة الانتخابات. على كل حال، حتى لو كان حصلت 10% فهي نسبة ضعيفة جدا، وتدل على أنه يعني الشعب يعني عازف عن العملية الانتخابية أو مقاطعة، يعني سواء مقاطعة أو عزوف بالنسبة لي تقريبا نفس الشيء، يعني ما فيش فرق بين العزوف والمقاطعة. نسبة 10% هي نسبة ضئيلة جدا. في العالم لم يحصل تقريبا، على حسب علمي، أنه أي نظام ديمقراطي يعني يتحصل على 10%. طبعا الأنظمة الدكتاتورية ما تتحصلش أيضا على 10%، دائما تتحصل على 90% لأنها تزور الانتخابات. ولكن 10% هي دليل على أنه مشروع قيس سعيد لم يعد يحظى بالدعم الشعبي الذي حظي به ربما في بعد الانتخابات في 2019، أكيد لأنه وقع انتخابه أكثر من 70% من أصوات الناخبين، وحتى بعد الانقلاب كان جزء كبير من الشعب التونسي كان معه ويدعم الانقلاب، لأنه هو في البداية ما كانش انقلاب. خلينا نكون صريحين، هو في البداية قال أن العملية مؤقتة متاع شهر أو شهرين تعطيل يعني أو غلق البرلمان لمدة مؤقتة شهر، ولكنه كان تعسفا في قراءة النص الدستوري. واضح، أنا أعتبره أنه كان انقلابا منذ الأسبوع الأول، قلت أنه انقلابا، ولكن أتفهم أن بعض التونسيين وبعض المحللين لم يعتبروه انقلابا في البداية، لأنه تعهد أيضا أن يحترم الدستور، وتعهد أيضا أن يحترم القانون، وأنه مدة وجيزة ربما شهر أو على أقصى تقدير شهرين، هذا في البداية. لكن طبعا بعد سنة ونصف اتضح أنه المخطط بتاع قيس سعيد ليس كما قال في البداية هو مجرد بعض الإصلاحات، وإنما هو قلب النظام. ما يهمنا أن شعبيته تلاشت في أقل من سنة ونصف. واضح الآن شعبيته لا تتجاوز 10%، يعني حتى 10% مش كل الذين شاركوا في الانتخابات بتاع هذا التشريعية والبرلمانية، مش كلهم مؤيدين لقيس سعيد، فيهم جزء ربما شارك فقط لأنه يريد أن يقوم بواجبه كمواطن، ليس لأنه يعني مؤيد لقيس سعيد. لكن أكيد أنه المؤيدين لقيس سعيد شاركوا كلهم في الانتخابات، يعني نسبة التأييد لقيس سعيد في اعتقادي الآن هي أقل من 10% بكثير. طيب جيد.